فينا داروا الكذا هكا اللي راك اسمع اسمع الراجل واش كيقول بالك السواعده كيطيبوا هذا اللي كتشوف فيها هذا هو الضب ديال الصحراء كيحمروا هذا كيحمروا اللي معوج. السلام عليكم اخوتي حبابي تبارك الله عليكم الله يقبل الخير. حنا كنتواجدوا الان في مدينه بركان في سوق الثلاثاء رحبه الغلم. حنا غادي نشوفوا ندير واحد الطويره هنايا نشوفوا الاثمنه ديال الخرفان والاثمنه ديال المعز والحواله تبارك الله. وخليكم اخوتي مع الفيديو اللي مازال ما اشترك يشترك في القناه باش يوصلوا ان شاء الله الجديد. وتحياتي لكم اخوتي ويلا نشوفوا الاثمنه ديال الخرفان. ما شاء الله تبارك الله شحال شحال 230 تبارك الله صلى الله عليك رسول الله عام 3 تبارك الله والله الا عجيب. اسمح لي 230 تبارك الله هذا الحولي هذا 230 تبارك الله ما شاء الله. ولكن النعجه 140 بها بولدها تبارك الله باش تبيع هو هذا الثمن ديالو بشحال هذا 220 تبارك الله تبارك الله والله الا هذا العام شويه رخا ما كان ما ياكلو تبارك الله تبارك الله الثمن 220 تبارك الله وهذا 250 250 تبارك الله تبارك الله وهذا بالنسبه لهذا الثمن ديالو الاصلي يعني بشحال يعني كيدير هذا بشحال كان يدير 350 350 وهذا وبالنسبه لهذا النزله اللي نزل زعما بالنسبه للشتاء ولا كيفاش ما كان ما ياكل الربيع ما كانش ما كان تبارك الله شوف تبارك الله عجيب شحال 60 كيلو لحم 60 كيلو ديال الحم 60 كيلو لحم تبارك الله والله الا عجيب. قول للناس كاع الكسابه راهم يشكيو راهم يبيعوا راهم يبيعوا ما لقى ما ياكلوا تبارك الله عياو ما شاء الله يبغي غير يسلكوا بغي يبيع غير اللي كاين تقريبا كاع له اثمنه متشابهه ياك متشابهه الله يحفظك الله يحفظك عمي محمد شكرا بزاف شكرا الله يحفظك الله يحفظك. هذه 155 155 الف سبن ديال سبنيور ما شاء الله بها بزوج ديال العنزيات ديالها تبارك الله تبارك الله. هذو الأثمنة ديالهم 270 260 تبارك الله على السردي السلالة الملكية 260 270 2600 درهم 2600 درهم 2800 2700 كل واحد والثمن ديالو تبارك الله ما شاء الله. ها انتم تشوفوا الخيرة ديال مولانا الكريم تبارك الله تبارك الله ما صلى عليك رسول الله اللهم صل عليك رسول الله تبارك الله. السلالة المغربية هذا السردي ما شاء الله. حنا كندير واحد الجولة هنا في السوق ديال مدينة بركان وكنشوفوا الأثمنة ديال الخرفان والحوالة تبارك الله. السلالة المغربية هذا السردي تبارك الله الأثمنة ديالهم كتراوح ما بين 2600 درهم 2800 درهم تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله. تبارك الله صلى الله عليك رسول الله تبارك الله. الخرفان هادو بها بالنعجه 90000 تبارك الله ما شاء الله. الكابي
ودي يعملوا ولا ما عرفتش شحال كيدير الثمن ديالو ما عرفتش تبارك الله هادو ديال هادو ها الاثمنه ديالو شحال زعما هاد الاثمنه 300 درهم 300000 تبارك الله تبارك الله ولكن هاد العام راه تبارك الله الخير تبارك الله ما شاء الله زعما والله الا ما شاء الله تبارك الله هاد العام هذا تبارك الله الخير والله العام بحال هذا راه يكون عنده شي عام ونص لا فايت عام عنده عام ونص تبارك الله الله السردي 250 تبارك الله لا عجيب مصباحنا الله يحفظك يا وحدي السلالة المغربية تبارك الله السردي 250000 لواحد ما شاء الله تبارك الله الخير ديال مولانا الكريم ما شاء الله يا تبارك الله كي داير العجيب تبارك الله راهم خايفين العجيب تبارك الله ولا شو الدعوه راه ناقصه الجو راه شويه ما باب يعني الثمن ديالو ماشي هو هذا ياك راه ناقص بالنسبه للسوق اللي فات اللي كان من قبل راه ناقص تبارك الله بحال مثلا في العيد في العيد شحال يدير هذا مثلا 300 وقاعد كان يدير هذا 300 ما شاء الله تبارك الله والسلاله الملكيه سردي تبارك الله جزاك الله خير عمي محمد الله يسخر شكرا بزاف